افكرك فاكره كنا امبارح ولا اول امبارح لما اتكلمنا عن فرانشيسكو توتي نجم الايطالي اول امبارح لفته انسانيه لطيفه جدا عملها هذا النجم الايطالي. اتكلمنا في الموضوع ده, تعالوا نكمل مع حضراتكم بقيه التفاصيل. قام اسطوره نادي روما لكره القدم فرانشيسكو توتي بزياره لاعبه في المستشفى, واللاعبه دي استفاقت من غيبوبه كانت دخلت فيها قبل حوالي 9 شهور, يعني نتيجه حادث سير توفت على اثره طبعا حتى صديقه ليها كانت معاها في السياره. ايه اللي فوقها؟ اللي فوقها ان توتي بعت لها تسجيل صوتي بصوته, هو نجم طبعا كره القدم الايطاليه السابق, وقال لها من خلاله كلام فيه شيء من التشجيع. عايزين نقول لكم ان هذه اللاعبه هي ايلينيا ماتالي, عمرها 19 سنه, لاعبه في فريق لاتسيو والايطالي طبعا ده الغريم التقليدي لنادي روما. دخلت في هذه الغيبوبه لفتره طويله 9 شهور او 10 شهور, وبعد ما ارسل لها توتي تسجيل صوتي الى ايلينا قال لها من خلاله كلام كله تشجيع, كلام من عينه ايلينا: لا تستسلمي, تستطيعين القيام بذلك, كلنا معك. وخرجت اخيرا من الغيبوبه, وكان وعدها النجم الايطالي الفائز بلقب بطل كاس العالم في عام 2006 انه هيقوم بزيارتها في المستشفى, وقد كان. وقال توتي بعد اللقاء اللي استمر حوالي ساعه ونص, قال: لقد ابتسمت لي وبدات بالبكاء, وعندما تخرج من المستشفى سنلتقي مجددا. طبعا حاجه جميله جدا وتاتش انساني من لاعب دولي كبير وليه تاريخ طويل.